المتوسط بعد صلاة الفجر. أنا ما راح أعلمكم الوصف اللي صار، بس بعلمكم الزبدة، ولا ما هي علمت الوصف كذا اللي صار بالضبط. المهم الولد في الليل يتحرش بأخته، والله العظيم أقسم بالله من بنات وشباب الرياض أنا كلمتها، أنا بنفسي كلمتها، وإني قال لازم أقابلك، حتى تقول لو يدري أبوه أقسم بالله نقتله، لو درى أبوه نقتله. قلت لا تعلمين أبوه، خلي يعني خلاص بعد الله. كلمته قلت انصدم طبعا، اركض شوي أنا راح أقابلك. والله يا شباب شحليلة أول ولدي شحليلة، لكن لما شرى البلاك بيري ومو بلدنا اللي نعرفه تغير الولد، انقلب 180 درجة. لا تحسبون من هالمكان أحرم البلاك بيري، أنا ما أحرم البلاك بيري، أنا أقول على استعمالك على استعمالك على استعمالك.